مشاهدينا، هلأ رح نروح لجولات رمضانية. طبعا عذرا على الخلل الفني اللي صار، هو الجولة المفروض تطلع بصوت صاحب الجولة محمد صابوني، ولكن نتيجة الخلل هلأ رح تطلع بصوته. إذا جولة من جولات رمضان في البرازيل ومحمد عبد الشكور صابوني، لنتابع معنا. السلام عليكم، معكم محمد صابوني ونحن موجودين بمسجد البرازيل وتحديدا بسان باولو. طبعا مسجد البرازيل يعتبر من اقدم المساجد الموجوده بسان باولو، وهو بالحقيقه اول مسجد بامريكا اللاتينيه تم انشاؤه بعام 1929 على يد عدد من المهاجرين الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين. نترككم مع بعض اللقطات من المسجد. طبعا مثل ما بنلاحظ الفن المعماري للمسجد جميل جدا جدا، وتم القيام بإعادة تعمير وإعادة ترميم للمسجد ليكون بهالشكل اللي عم بتشوفوه. هون المنبر، طبعا في عدد من المصلين بالمسجد لأنه نحن بانتظار وقت الإفطار اللي رح يكون بعد 15 دقيقة. طبعا على مر السنين تم الاعتناء بالمسجد من خلال الجمعية الخيرية الإسلامية اللي بتشرف على المسجد ودايما بتقوم بعمليات صيانة وترميم. مثل ما نكون شايفين كمان الفن المعماري الموجود بهالمسجد مع الفنون الرائعة جدا اللي بتسحر بشكل مو طبيعي. إذا نحن حالياً أمام الجمعية الخيرية الإسلامية، في عنا عدد من المداخل مثل ما لكم شايفين، ورح ندخل هلأ من مدخل اللي هو المدخل المجاور لمسجد البرازيل. طيب خلينا ندخل معكم. إذا كنا عم نحكي إنه الجمعية الخيرية الإسلامية هي مسؤولة عن ثلاث كيانات أساسية، مسؤولة عن المدرسة الإسلامية البرازيلية، مسؤولة عن مسجد البرازيل، ومسؤولة عن المقبرة الإسلامية. مثل ما عم تشوفوا في عنا مجموعة من لوحات الاتصال المرئية بثلاث لغات، بالعربي والبرتغالي والإنجليزي. مجموعة من لوحات الاتصال المرئية لأنه مسجد البرازيل موجود فيه عدد من البرازيليين والعرب المسلمين وغير المسلمين. رح ندخل هلأ لداخل الجمعية الخيرية الإسلامية. رح نشوف مجموعة من اللوحات التعريفية عنا. حالياً عم بيتم التحضير للإفطار لأنه نحن حالياً جاهزين تقريباً حتى نستقبل زوارنا مثل ما نكون شايفين. هون نحن عنا ممثلية دار الفتوى اللبنانية في البرازيل. دايما بيتم توزيع عدد من الفرشات وعدد من الحرامات للمسلمين وغير المسلمين في البرازيل في سان باولو، بالإضافة للقيام بعدد من الدروس، فلدينا دروس مجانية اللغة البرتغالية والعربية ودروس الدينية، بالإضافة لتوفير غداء مجاني بعد كل صلاة جمعة وتوفير السلل الغذائية لجميع العائلات السورية واللبنانية والفلسطينية وغيرها من العائلات المحتاجة هنا في مسجد البرازيل وفي الجمعية الخيرية الإسلامية. حالياً عم بيتم استقبال الصائمين عن طريق باركود، كل شخص بيكون معه بطاقة فبيتم فحص الباركود للتأكد من الهوية. طبعاً الشخص إذا ما كان عنده بطاقة ما في أي مشكلة، بيقدر يدخل يفطر معنا وبعدين بيعمل تسجيل لحتى يحصل على بطاقته. مثل ما لكم شايفين طبعا الصالون صار مليان بالصائمين، الحمد لله رب العالمين. دائما نحن بنكون مبسوطين كموظفين موجودين هون لحتى نقدم هالخدمه الرائعه طيله شهر رمضان المبارك. وبتشكر باسمي وباسمكم رئيس الجمعيه السيد ناصر فارس على هالعمل الخيري اللي عم بيقوم فيه يوم بعد يوم خلال شهر رمضان المبارك. اذا مثل ما لكم شايفين الصالون صار مليان بالصائمين، رح ناخذ بعض الاراء.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك أخي؟ كيف صحتك؟ رب الله يحفظك. شو الاسم الكريم؟ زاهر بكري. هلا وسهلا فيك أخ زاهر. شو رأيك برمضان بالبرازيل بسان باولو؟ رمضان كتير كتير حلو الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إنه هناك هون عم نجي على جمعية إسلامية خيرية هون نفطر سوا، عم نصير كل العائلات وكل الحمد لله رب العالمين إنه شيء رائع. أما بصراحة خارج الجمعية أو في البيت مش جو رمضان. رمضان يعني هون إحنا عم نجي مشان نشوف نجتمع يكون في جمع أكثر. إنه الفرق بين هون وبين بلدنا إنه كان عائلات أكثر جمعة أكثر. البيت ما راح نشوف هذا الشيء. لهون بنشوف هالشيء. جمعية عم نشوف كل هذا الشيء. ماشي طيب أهلا وسهلا فيكم صحة وهنا أهلا وسهلا. إذا مثل ما لكم شايفين رح ناخد رأي ثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك كيف صحتك اخي؟ حياك الله يا تعرفنا عن حالك؟ انا كمال عبد الوهاب حبيبي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. شو رايك برمضان هون بسان باولو بالبرازيل؟ جميل جدا الحمد لله رب العالمين رمضان كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرفنا عن حضرتك؟ صابون استنى صابون. عرفنا عن حضرتك؟ انا. السلام عليكم. انا اسمي احمد. اهلا وسهلا فيك احمد. من حضرتك؟ من مصر. من مصر اهلا وسهلا فيك. شو رايك برمضان هون بسان باولو؟ رمضان بيختلف من مكان الى اخر يعني، بس رمضان بسان باولو يعني اكيد ليه طعم يعني. دي مش اول مره اكون هنا، دي سبع مره يعني بقضيها في البرازيل. كيف فالاجواء هنا؟ اجواء ايمانيه كويس. اسال الله عز وجل ان يديم هذه النعمه وان يعني يبارك في القائمين على هذا العمل ان شاء الله. و رمضان مبارك علينا جميعا ان شاء الله. عيد سعيد قادم ان شاء الله على الامه الاسلاميه ان شاء الله. تسلم تسلم وانت بخير. اذا كنا عباره عن باقه من المقابلات باجواء رمضانيه.